الإسكندرية واحدة من المدن اللي مهددة بنسبة كبيرة جدا 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 ان يحصل فيها تسونامي. تسونامي يحصل اعصار كبير يضرب الإسكندرية. وطبعا ده لو حصل ده بالنسبة لنا كارثة، يعني ده يمكن اهو خبر كان من الأهرام. الخبر ده كان في 2020 تقريبا، ان من بينهم الإسكندرية اليونسكو ان في مخاطر مؤكدة بنسبة 100% بحدوث تسونامي خلال العقود الثلاثة المقبلة يضرب المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، داعية إلى ضرورة الاستعداد لهذا الأمر. ده بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان. فالأسفة ده الخبر ده امبارح، ده خبر امبارح 25 يونيو 2022، لكن في اخبار طبعا غيرها ارشيفيه برضو. الخبر الارشيفي الثاني بتاريخ 15 سبتمبر 2020، الخبر اهو قدام حضراتكم، ان في اربع مشروعات لحمايه الاسكندريه من الغرق بتكلفه 1.5 مليار جنيه. ده الخبر الارشيفي اللي كانوا بيتكلموا عليه، وهو الفكره ان يبقى في مصدات للمياه، مصدات المياه بحيث انها تمنع الاعصار اللي ممكن يحصل ويدخل على المدينه. طبعا مش هننسى كلنا رئيس الوزراء البريطاني لما كان في احدى المؤتمرات وبيتكلم على المناخ وجاب سيره الاسكندريه في مصر انها من المدن اللي مهدده بالزوال بسبب التغيرات المناخية الكبيرة اللي ممكن تحصل. بصراحة دي من الحاجات اللي الواحد فعلا مش قادر انه يتخيلها. احنا بنشوفها مثلا بتحصل في اسيا، بنشوف الاعصار بيبقى شكله ايه، الفيضان في البحر بيبقى عامل ازاي، انت بتتفرج وقلبك مقبوض من مجرد انك بتتفرج في بلد تانية، في محافظة مش في محافظة، دولة تانية، في قارة تانية، بينك وبينها 30 ساعة طيران. لكن انها تكون في بلدك في مصر اللي هي فقيرة قوي واستعداداتها على قدها قوي، ده الحقيقة اللي يخض ومقلق. هل مثلا احنا لما اهو ادي الخبر اللي كنت لسه بقول لكم عليه، كانت في قمة جلاسكو لما طلع جونسون، بوريس جونسون، وحذر من غرق الاسكندرية وميامي وشنغهاي، كمان قال ان هم مهددين بالغرق بسبب التغيرات المناخية. السؤال دلوقتي لما عندنا تقارير وعندنا أخبار وعندنا أنباء وعندنا دراسات، يعني الدكتور محمد حافظ لو قدرنا أننا نتواصل مع الدكتور محمد حافظ كان مقدم دراسة بيقول فيها أو بيحذر فيها من المخاطر دي، إيه اللي عملته مصر من 15-20 سنة لحد النهاردة تحسبا للحظة دي، تحسبا هي مش لحظة، للكارثة دي، ايه اللي احنا عملناه؟ هل المصدات المسلح والخرسانية اللي بتكلفة 1.5 مليار اللي بيحطوها على الشط دي ممكن تحمي المدينة؟ هل ده ممكن يحصل؟ الحقيقة مش عارفين. وهل تكلفة 1.5 مليار جنيه دي التكلفة او الميزانية الكافية ان الدولة تقول بيها انا عملت اللي عليا اهو وبحاول ان انا احمي المدينة؟ برضو دي من الحاجات الخطيرة جدا جدا جدا. احنا معانا فيديو عايزين نوريه لكم، الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي ده في اخر السنه اللي فاتت، في اخر 2021، اللي هو مع النوة اللي بتحصل في اسكندريه. عارفين دايما في ديسمبر بتحصل نوة كده، شوفوا النوة بقت توصل لفين. دي شالت اجزاء من سور الكورنيش، السور نفسه بتاع الكورنيش الامواج بشدتها شالتها. تعالوا نشوفها ونرجع تاني. Thank you.
السور ده طبعا اللي لما المحافظة جت عملته قالت لك كلفنا قد كده وعملنا سور عشان نجمل الشكل الحضاري ويبقى المدينة ويبقى البحر ويبقى مش عارف ايه، شوية امواج اكلوه، شوية امواج دمروه. طب اللي حصل ده ما يخليش الدولة والنظام انه يبدأ ينتبه وانه يبدأ يخاف وانه يبدأ يقلق وانه يبدأ يشوف المتخصصين والباحثين والخبراء والعلماء اللي في القصة دي وفي قصة الفيضان وفي قصة الاعصارات، ازاي نقدر اننا نتجاوزها، ازاي اننا نقدر اننا نقلل من الخسائر المحتملة فيها. تخيلوا لو كل سنة حصل نفس الموضوع، لو كل سنة اتكرر نفس الشكل وان الامواج زادت عن حدها وارتفاعها زاد عن المتوسط اللي الناس متعودة عليه او اللي البلد معتادة عليه، هيكون الوضع ايه؟ برضو في فيديو تاني هنروح نشوفه دلوقتي من محافظة الاسكندرية لما حاولوا ان هم يعملوا عملية كسح لمية الامطار من خلال اللوادر طبعا بتاعة المحافظة، كان الوضع شكله ايه؟ برضو من الحاجات الغريبة يعني المشهد ده على فكرة هو مشهد متكرر مع كل موجة أمطار بنشوفه وبيحصل، ويعني احنا هو الحمد لله اننا في الصيف دلوقتي وان الجو حلو دلوقتي، لكن تعالى كده على اكتوبر بقى ونوفمبر اللي جاي وشوف المناظر دي هتشوفها بالظبط، مش بس في اسكندرية، لا ده انت هتشوفها في كل محافظات الجمهورية كلها، غرق الشوارع في كل حتة. ليه برضو ما بنفكرش اننا نصلح ونعدل ونعيد بناء الصرف الصحي في مصر، وان يبقى بدل ما جايبين، انا مش فاهمة يعني، انا اعرف ان ده بيشيلوا بيه الانقاض لكن بيزقوا بيه مية دي جديدة، يعني اللودر ده بيستخدم الحقيقة في غير محله، عمركم شفتوا مية بيتم تصريفها او كسحها بلودر اللي هو عشان لو في لا قدر الله عماره واقعه معرفش ايه بيحصل ولا حفر ولا نقل، فاحنا عندنا بنستخدم اللوادر اللي هو اي حاجه ماشي حالك، الجيش قال لك اتصرف فتصرف باي حاجه. فليه ما بنحاولش اننا نشتغل على اعاده بناء وترميم الصرف الصحي اللي موجود في مصر؟ ليه ما بيكونش زي بقيه الدول المحترمه اللي موجوده في كل العالم وتبقى ماشي تلاقي في جنب الرصيف قنوات كده، قنوات بطول الرصيف تصريف للمياه، المية بتنزل على مواسير ضخمة جدا لتصريف المياه بقى أو لإعادة استخدامها في أي شيء آخر، سواء في زراعة سواء في تنقية سواء في أي حاجة. ليه ده ما بيحصلش عندنا؟ ليه عندنا سوء استغلال لمواردنا؟ ليه عندنا سوء في الإنفاق أو إنفاق في غير محله؟ ليه بدل ما بنروح نعمل حاجات ما فيش استفادة حقيقية منها، انت كمواطن وانا وغيري وغيرك ما بيستفادش منها بشكل حقيقي، وبيروح الموضوع لحاجات على الشو والبهرجة، وتبقى المدن عندنا كده. دي اسكندرية، المشاهد اللي قدامكم دي اسكندرية، دي صور في فيديوهات كمان تشوفوا الاسكندرية اللي هي عروس البحر الابيض المتوسط لما بتغرق من الامطار ومن النوة اللي بتضرب اسكندرية كل سنة في نفس التوقيت. الاسكندرية اليوم I'm going to go to the hospital.
هنا عشان نحاول اننا نجمع لكم المشكلة باختصار. المشكلة ان عندنا محافظة زي محافظة الاسكندرية عروس البحر الابيض المتوسط، المدينة الساحلية الجميلة، اسمها جه من ضمن مدن هتتعرض الى الفناء بسبب ان ممكن يضربها اعصار قوي جدا زي تسونامي. احنا عندنا في المقابل نفس المدينة، نفس العروسة، نفس كل حاجة، كل سنة بتغرق في شبر مية بسبب الأمطار. الدولة فين دورها؟ الدولة قررت تعمل إيه؟ المصدات اللي الدولة قالت كلفتها 1.5 مليار، اللي شفنا شوية الأمطار كسروا السور، دي ما تصدش إعصار، ما تصدش تسونامي، دي كبرها تصد يعني الأمواج الشديدة عشان ما تأذيش السيارات والمارة وهم ماشيين وقت الإعصار ده ما هو شغال، أو وقت النوة دي نوة ما هي شغالة. لكن لما تكون بتكلمني عن إعصار ممكن يهدد مدينة، لا، شوية المصدات والحديد والمسلح اللي انت رميهم على أول الكورنيش ده، لا دول معلش ما يعملوش أي حاجة خالص، ما يعملوش أي حاجة خالص ولا ينفعوا بأي حاجة. لازم الدولة يبقى عندها خطة، يبقى عندها سيناريو، لو لا قدر الله ده حصل، لو لا قدر الله ده حصل، ونتمنى وندعي ربنا انه ما يحصلش، لان دول احسن مننا ومتقدمه عننا كتير جدا جدا دخلت في ازمات كبيره وازمات حقيقيه بسبب النوع ده من انواع الاعاصير. احنا مش قد الدول دي ولا زيهم ولا عندنا التكنولوجيا اللي عندهم. فمن هنا بقى، لان لا قدر الله الثلاث عقود القادمه زي ما التحذيرات بتقول، ايه الخطه اللي الدولة هتكون حطاها عشان تتصدى لحاجة زي كده؟ ده اللي احنا نتمنى اننا نسمعه. ونتمنى كمان ان موسم الشتاء اللي جاي وموسم الامطار اللي جاي ما يحصلش زي ما بيحصل كل سنة، والعربيات تغرق والناس حياتها تتشل تماما، لا في مدارس ولا في جامعات، بسبب ان هم مش قادرين يخرجوا من بيوتهم بسبب الامطار.